سخون شعير سخون ديال دابا ديال دابا وتحرك كويزات سخون حلوشات سخون السخون ديال دابا وتحرك الشعير والصحة والقوة والمتانة والصلابة والشبعة والتقيمة وحتى النخوة سخون ديال دابا على عويدات الغابة الغابة ديال معمورة ثم بو سكورة لباس شو افيك لوباد ولا فور ايدو معمورة ايدو بو سكورة امازيغن اغرم احمان اغرم ارغان طوب زين ارغان ديال دابا ديال دابا على عويدات الغابة سخون 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 تبارك الله عليك با والله ييسر لك الامور يا ربي. اولا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، حنا مع هذا السيد اللي كيبيع الخبز ما شاء الله عليه المرح، يعني كيبيع بقلب طيب ومرح مع الناس اللي كيتقداو من عنده. اكيد ان الخبز سخون الفار طالع منه كيف ما كنعرفوا جميع. فهاد السيد ما شاء الله دوز واحد السنين ديال العسكر في خدمه الوطن، كيحماق على البلاد ديالو المغرب وكيهضر على بلادو زوين، عطى الشيء الكثير للوطن ديالو. فاليوم غنتحدثوا معنا بزاف الحوايج اكيد، ومسكين فقد الزوجه ديالو مؤخرا الله يرحمها يا ربي ووالي برحمه الله، وكيبحث على قوته اليومي بالحلال، كيخرج يبيع الخبز بواحد الطريقه اللي كيهضر مع الناس اللي كيشريو من عنده بالضحك وبالنشاط، والحمد لله باش يقدر يعيش ويعيش وليداتو. قبل ما نعطيه الكلمه غناخذ غير رقم التليفون ديالو 07. سلام لاباس خويا الله يبارك، نشوف با التليفون نديرو رقم التليفون طافي هذا. لا اذا غادي ندير لكم مشاهدينا رقم التليفون ديالو 06 مو 06 06 46 06 46 09 09 40 84 40 84 40 84 06 46 09 40 84 ها هو الرقم مشاهدينا، خليناه لكم في كومونتير 06 46 09 40 84 هكا با التليفون ديالك. واخا قربنا من حياتك شويه ما شاء الله 20 سنه ديال العسكر. حياه عاديه يعني العمل، الا ما عملتش من جده وجدة، الا ريحت على نهار ولا يومين غتبان فيا، لهذا كنخلص الكرا اوبليغاتوار مو خصني نخدم يوميا، كنخدم ما عنديش السبت الحد ما عنديش الراحه، وكنلقى في العمل كنلقى راحتي باش كنعيش كساعد المواطنين، اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله. بدوزتي العسكر تبارك الله في خدمة الوطن تبارك الله، كنت سلكية ولا سلكية، كنت اوبيراتور راديو وسكار بابا تراري تتار ترس مورس سيو مورس، وعندي تا لي زالفابي فونيتيك الفا برافو شارفو تايفو الى اخره. قرب الميكروفون قرب الميكروفون 20 سنة اوبيراتور، ماشي اوبيراتور ديال اوبيراتور كاليفي بكي ماجيسكي، 20 عام في الصحراء وكنقولها وانا افتخر بها، لقاش بلادي راه تستاهل اكثر، فهمتي هاد البلاد راه تستاهل اكثر، بلاد المغرب بلاد العروبة. نعم والراية الوطنية والله يستر سيدنا والشعب المغربي، والمغرب راه معروف عالميا بلد الكرم والاخاء والمحبه والمعرفه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا ريكونيسونس، المغاربه معروفين الحمد لله. واليوم با كتخدم على الوليدات ديالك من بعد ما توفات لك المراه الله يرحمها يا ربي في هذا النهار، كيفاش كدير توفق ما بين وليداتك تقابلهم وتجيب لهم القوت اليومي وتخلص الكرا والموضوع، كيدير الحياه شويه صعيبه قاسيه؟ كاين بقى لي واحد الفيد واحد قرب با الميكرو عندك في المراه، بقى لي واحد الفراغ ديال المراه، ولكن شويه ديك 20 يوم شويه زير شويه ما خرجش نخدم تقريبا شي شهر وانا حازم في المنزل ديالي، كيجيو عندي هاد الناس هادو
مالي برا الحج 2001 وانا خدام معاهم شدي 3 دري في شهر 5 شهر 8 ديال 2001 ديت الخدمه الى يومنا هذا تبارك الله. الا ملي ماتت المراه حزنت شي شويه وخرجت من داك هذاك سمو ودابا الحمد لله موفق لان بروغرامي دابا الدريه عندي كتقرا كنطيب ليها كنقاد ليها المسائل وكتعاوني حتى هي راجع ليها والحمد لله اللهم لك الحمد لله. شنو كتمنى اليوم من قلبك بما انك خدمتي وطنك؟ انت من الناس اللي خصك تكرم والناس اللي يكون عندهم واحد التقاعد مزيان، كنعرفوا ان التقاعد يعني غيكون عندك غير قليل فما يمكنش تقدر توفق ما بين وليداتك، فانا كنطلب من الناس انهم يوقفوا في جنبك وتكون واحد التفاته من الدوله تجاه ديالك لانك رجل عظيم وتستحق كل الخير. فقط نبغي منك من القلب ديالك شنو كتمنى اليوم وشنو كتمنى تشوف في وليداتك؟ كنتمنى وليداتي ووليدات الجميع، كنطلب الله لهذا الشباب كله كنقول لهم قراو وتكون عندهم الخصال الحميده والعمل، لقاش من جد وجد ومن زراعه حصد. بلادنا زينه وباغا الكفاءات، والكفاءات كاينين الحمد لله عندنا في البلاد، وكنطلب الله تهد الشباب تا هو يمشي تا هما يكونوا احسن باش يمشيو للعالميه، يكون المغرب ديالنا ديما الرايه خفاقه في العالم، يسمعوا المغاربه باسكو لي ماروكا ماشي كوني ركوني مونديالمون. باش ما بغاو القرايه اخليهم دابا نتفاهم معاهم. لا يا اولاد قولوا معايا قولوا معايا اللي تحبوها. لا لا خلي ما خصوش يبان، ما خصوش يبان. تبارك الله عليك ابا، الله يجيبك انت سير يا ربي والناس اللي بغاو. واخا انا ضايع وداك الشيء ما ضايع والو، لقاش بلاد تستاهل اكثر من هذا الشيء اللي حنا. برافو عليك برافو عليك، روح الوطنيه ورجل بمعنى الكلمه. نتمناو لك كل التوفيق ان شاء الله، ونتمناو المحسنين اللي بغاو يعاونوك يتصلوا بك عبر الرقم 046-09-40-84 نعاود رقم 046-09-40-84. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نتلاقاو ان شاء الله في بث